أهلا بكم معنا في برنامجكم التربوي الذكاء اللغوي. لعلكم تتفقون معي أن اللغة عامل مهم للتأثير في الآخر بل وتوجيه سلوكه. الذكاء اللغوي، الذكاء اللغوي. هذه الاختبارات الحقيقة تعطي مؤشرات كثيرة جدا لها علاقة بالمنهج الدراسي الذي يعطى للطلاب. مدير المدرسة يستطيع باعتباره قائدا تربويا أن يعزز من وجود المناخ الإيجابي في المدرسة، وكذلك زيادة التحصيل الدراسي للطلاب. تشتمل هذه القيادة التربوية بشكل عام على صياغة واضحة لمهام المدرسة وكيفية إدارة المناهج الدراسية. أراد الفيل الصغير أن يلعب مع البطة التي قابلته في الطريق. البطة أخبرته أنها لا تمانع، وعليه أن ينزل معها إلى النهر لأنه المكان المفضل الذي يمكنها اللعب فيه. خاف الفيل لأنه لا يعرف السباحة. المهارة الثالثة ذكر الكلمات التي تبدأ بحركات متشابهة في النطق في الكلمات المسموعة. مثال ذلك، تنطق المعلمة كلمات مثل قفص، قلم، قرد، قماش، وتسأل الطفلة عن الكلمات المتشابهة في النطق. الذكاء اللغوي، الذكاء اللغوي. هذا البرنامج تشاهدونه حصرياً على قناة الخرج التعليمية.